بدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر اليوم. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن الاجتماع الوزاري سيتناول بحث التطورات المتسارعة على الساحة الليبية وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مستقبلا على ضوء نتائج مؤتمر برلين وسبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. في فقرة الآن ينضم إلينا في الاستوديو ضيفنا أستاذ علي طرفاي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبية. أهلا بحضرتك. طيب أستاذ علي، هذا الاجتماع مهم جدا لأنه لأول مرة في يعني بعد التطورات الأخيرة بتجتمع دول الجوار كلها، يعني احنا بنتحدث عن مصر ونتحدث عن الجزائر وتونس وأيضا تشاد والنيجر ومعهم السودان أيضا. ما أهمية مشاركة كل الوزراء في هذا الاجتماع؟ يعني هو منذ العام 2014 وهناك رؤية مشتركة جمعت دول الجوار الليبي سواء الجوار الإفريقي أو الجوار العربي الإفريقي، تشاد والنيجر والجزائر والسودان وتونس ومصر، لتبني رؤية موحدة للتعامل مع الأزمة الليبية، لا سيما وأن هذه الفترة يعني شهدت نشاط متزايد للجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم الدولة الإرهابي داعش بدأ يتوغل في وسط ليبيا في ذلك الوقت. أيضا كانت هناك إمارة إسلامية في شرق ليبيا في درنة، جماعة أنصار الشريعة بدأت حركة الكرامة في ذلك الوقت في الانطلاق لمواجهة الجماعات الإرهابية، فكان لابد من وجود آلية للتنسيق والتشاور ما بين دول الجوار الليبي للتعامل مع الأزمة الليبية، لا سيما وأن المخاطر والتداعيات الأمنية على الأمن القومي لهذه الدول يبدو أكبر من غيرها، حتى ربما دول الساحل الإفريقي. ونرى اليوم مشاركة وزير الخارجية المالي في هذه الاجتماعات، أتصور أن الاجتماع هو مهم لتقريب وجهات النظر. أتصور أيضا أن الجزائر لديها مبادرة لم تعلن عنها، ربما تعلن عنها من خلال هذا اللقاء. يعني التغيرات وتطورات، يعني كان هناك اجتماعات دورية بشكل مستمر ما بين، خاصة ما بين وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، لكن ربما الأحداث التي شهدتها الجزائر مؤخرا والتطورات التي شهدتها تونس يعني حالت دون استمرار هذه الاجتماعات لفترة من الوقت. لكن هناك أهمية للتنسيق والتشاور، خاصة أن الجزائر دولة مهمة ولاعب مهم في منطقة الساحل الإفريقي وفي القارة الإفريقية. أيضا مصر دولة طبعا لها ثقلها الإقليمي وتترأس الاتحاد الإفريقي في هذه الفترة. الأزمة الليبية والدولة الليبية واستقرار ليبيا هو مهم كثيرا بالنسبة لتونس، لديها حدود 460 كيلومتر مع ليبيا، الجزائر ما يقارب 1000 كيلومتر، مصر ما فوق 1000 كيلومتر. فتداعيات الأزمة الليبية على هذه الدول هي أكثر تأثيرا من غيرها، ربما خاصة في ظل النشاط المتزايد للجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والنشاط المتزايد للجماعات الإرهابية، والمحاولات الخارجية لمحاولة جعل ليبيا أرض لصراع دولي وإقليمي. بالقطع سوف يكون الخاسر من وراء هذا الصراع هي الدول العربية. طيب كان هناك اختلاف، أو يعني ليس اختلاف، ولكن كان هناك بعض التباين بين هذه الدول وبعضها في وجهة النظر تجاه الأزمة الليبية، وكان هناك مواقف غير واضحة. يعني تونس موقفها كان غير واضحا، الجزائر موقفها اتضح في الفترة الأخيرة، لكن في هذا الاجتماع ربما نصل إلى رؤية موحدة أو رؤية مشتركة من خلال هذا الاجتماع لدول الجوار. هل حضرتك بتعتقد أنه توحيد الرؤى فيما يخص ما يحدث في ليبيا بين هذه الدول هو المسار الأول أو أول ما يجب أن يتم الاتفاق عليه بداية؟ طبعا الدول المغذية للصراع في ليبيا
والمغذية لحالة الفوضى والتي تقف دون استقرار الدولة الليبية تحاول بشكل أو بآخر وبأساليب غير مباشرة للوقيعة ما بين الدول الفاعلة في الأزمة الليبية خاصة مصر والجزائر. لا يوجد أي خلافات في وجهات النظر، الكل يبحث عن حل شامل للأزمة الليبية، الكل يبحث عن استعادة مؤسسات الدولة الليبية، الكل يبحث عن بناء قوة عسكرية تحفظ أمن وحدود الدولة الليبية. فكل المشاكل مطروحة للنقاش وربما وجهات النظر متقاربة، لكن هناك يعني من يحاول مثلا إيعاد للجزائر، يستغل أوضاع مثلا خلافات معينة بين الجزائر والمغرب ويقول أن ويوحي للجزائر أن المغرب سحبت البساط من تحت أقدامها، بساط الأزمة الليبية في اجتماع الصخيرات مثلا، هو يحاول إثارة الفتن والقلاقل في المنطقة بحيث أنه يخدم سياساته أو يحاول خلق نوع من الاصطفاف إلى جانبه في إطار أجندته، يعني بما يخدم أجندته السياسية في المنطقة. لكن هو في الواقع هناك تنسيق أمني كبير ما بين مصر والجزائر، هناك يعني تفهم لخطورة الأوضاع في ليبيا، هناك حرص من قبل دول الجوار الليبي لمساندة الشعب الليبي في يعني حل هذه الأزمة ومتابعة المسارات المختلفة لحل الأزمة الليبية، سواء تلك المسارات التي يتبناها المجتمع الدولي أو المجتمع الغربي. ولذلك مؤتمر برلين هو سوف يعني هو لمناقشة كل ما طرح من أجل حل الأزمة الليبية حتى يعني عملية برلين الأخيرة. هذه الدول بتجد نفسها دول فاعلة ومهمة جدا بعد مخرجات برلين، هي بالتأكيد دول مهمة لأنها دول جوار، ولكن بتجد نفسها في موقف مهم جدا بعد مخرجات برلين، خصوصا وأنه تم الاتفاق على آلية أو صيغة 5+5، وبالفعل سيتم وجود مراقبة على فكرة الهدنة أو وقف إطلاق النار أو العملية السياسية برومكيا. كيف يكون رد الفعل التركي في رأيك من خلال تجمع كل هذه الدول؟ يعني تركيا الآن أصبحت مرصودة بشكل كبير، والدور التركي في ليبيا أصبح متابع من قبل المجتمع الدولي، وقد صرح بهذا السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، وقال أن تركيا الآن أصبحت ملزمة بعدم إرسال مرتزقة أو سلاح إلى ليبيا. لا يعني إذا كانت هناك أي دعم سوف تقدمه تركيا للجماعات المتطرفة في ليبيا فسوف يكون ربما بطرق غير مرئية، أو يعني قد تتعمد ليس فقط في إرسال المقاتلين لكن محاولة استخدام بعض هذه الدول كممر لوجود المقاتلين أو الأسلحة كتونس اللي حاولت تركيا استغلالها وتم رفض هذا الاستغلال، وأيضا كان هناك مصادر بتشير إلى محاولة استغلال دولة من دول تشاد والنيجر أيضا من خلال أيضا الجنوب الليبي. في الحقيقة تركيا تحاول تطويق كل دول الجوار الليبي من خلال ليبيا، تحاول استغلال الأزمة الليبية للإضرار بأمن كل دول الجوار الليبي، وإن أبدت غير ذلك لديها نوايا خبيثة في المنطقة. هي تستغل بعض الجماعات التي تنشط هنا وهناك، يعني هي تعلم هناك يعني وجود قوي لحركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، تحاول استغلال هذه الجماعة واستثمارها في يعني دعم مخططها الهدام في المنطقة. سعت تركيا بالفعل أن يكون لها حتى قواعد عسكرية في جنوب تونس على الحدود الليبية، يعني بهدف تقديم الدعم للجماعات الإرهابية في ليبيا، ولكن هناك أيضا يعني حس وطني لدى الأحزاب السياسية في تونس، الجماعات الوطنية تصدت إلى هذا الموضوع، وكادت أردوغان أن يحدث شرخ داخل تونس بسبب تدخله في الشؤون الداخلية لتونس وحرصه على التدخل خاصة في مثل خاصة في من خلال يعني محاولة استغلاله تونس في للإضرار بالليبيين.
أيضا حاول أن يمارس نفس الدور في الجزائر، لكن الجزائر دولة كبيرة، يعني ربما الأزمة الليبية شهدت نوع من الفتور من قبل السياسة الخارجية الجزائرية خلال فترة الحراك الجزائري، ولكن بعد وصول عبد المجيد تبون للسلطة في الجزائر هو أعلن أنه سوف يولي اهتماما كبيرا بالأزمة الليبية، وسوف تنخرط الجزائر بمشاركة دول الجوار لمنع أي تدخلات خارجية داخل ليبيا، ولتكون هناك يعني رؤية أو مبادرة عربية لإنهاء هذا الصراع. الكل قادر على التواصل مع كل الأطراف، بالطبع لن يكون هناك مهادنة مع الجماعات الإرهابية. الجماعات الإرهابية يعني تشكل خطر كبير للجزائر، سواء من خلال حدودها المشتركة مع مالي أو مع ليبيا أو في منطقة الساحل. فيعني الكل الآن يتوجه باتجاه مكافحة الإرهاب والتوافق بين الليبيين ونزع كل الخلافات القائمة، توحيد المؤسسة العسكرية، عودة الأجهزة الأمنية، الدخول في عملية سياسية وفق أيضا مخرجات برلين، لأنه ما لم يكن هناك دعم عربي ودعم إفريقي يعني يرشد المسار السياسي لمخرجات برلين، يعني لن تلقى هذه المخرجات أي تطبيق على أرض الواقع. هو أصلا مرهون بوجود هذه الدول حتى في الصيغة وفي الألية اللي تم الاتفاق عليها. طيب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس موجود أيضا وفي زيارة، وتعتقد أنه سيحضر أيضا اجتماع دول الجوار؟ أتصور أنه سوف تكون هناك حتى مشاورات جانبية في إطار اجتماعات وزراء خارجية الجوار، على اعتبار أن ألمانيا هي المستضيفة لعملية برلين الأخيرة حول الأزمة الليبية. نعم. طيب بالنسبة للآلية اللي تم الاتفاق عليها في مخرجات برلين، يعني ما السيناريوهات المتوقعة بالنسبة لدول الجوار؟ هل ستكون مشاركة في الصيغة اللي تم الاتفاق عليها 5+5؟ ستكون مشاركة أو مشاركة بأي صيغة أو بأي شكل من الأشكال، خصوصا وأنه الحكومة حكومة السراج أعلنت عدم مشاركتها في هذا المؤتمر اللي في الجزائر؟ طبعا يعني رفض السراج المشاركة، ويعني مسبب هذه عدم المشاركة بمشاركة الدكتور عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة، يعني هي نوع من الذرائع، ولكن هو لديه إملاءات لا تشارك، يعني هو لا يملك قرار فايز السراج ورهن الميليشيات والجماعات الإرهابية، وهذه الجماعات لا تريد استقرار في ليبيا وتتمنى أن تسير الأوضاع على ما هي عليه، لأن هناك مطالب دولية الآن بحل هذه الميليشيات ونزع سلاحها ومقاومة الجماعات الإرهابية. الأمر يعني له انعكاسات على أمن البحر المتوسط ويمس الأمن القومي الأوروبي بشكل كبير، ومن هنا تأتي المخاوف الأوروبية، مصالح أوروبا في منطقة الساحل أيضا هي عرضة للخطر نتيجة يعني وجود الإرهاب القوي في ليبيا. يعني أتصور أن بالطبع الدول العربية سوف تشارك في يعني آلية 5+5 ومشاركة أيضا الدول الأوروبية، لأنها هي التي سوف تشرف وسوف تقرر عملية وقف إطلاق النار وإمكانية يعني استمرار هذا الإعلان أو هذه الهدنة إلى سلام دائم لفتح المجال للمسار السياسي. طيب رد الفعل على خرق الهدنة اللي تم الاتفاق عليها، وأنه الجيش الوطني أعلن أنه تم القضاء على 44 مرتزق سوري أو أكثر تقريبا، في رد لخرق الهدنة من جانب الميليشيات التي تحمي حكومة السراج، هل سيكون هناك رد فعل دولي؟ لأنه يعني مؤتمر برلين كان مؤتمر عالمي، مؤتمر دولي بيحضره ليس فقط دول ولكن مؤسسات ومنظمات دولية مهمة، وتم الاتفاق على شيء معين وهذا الشيء تم خرقه في ليبيا. يعني ليبيا يعني تركيا مثلا على سبيل المثال تمارس دور سلبي في ليبيا منذ العام 2012 وتدعم الجماعات الإرهابية ولها دور كبير في حركة العناصر الإرهابية ما بين ليبيا وما بين سوريا وما بين ليبيا ودول الجوار، وتدعم هذه الجماعات على مرأى ومسمع العالم، على الرغم من أن ليبيا تقع تحت البند السابع والقانون وقرار مجلس الأمن 1970 وقرار مجلس الأمن 1973. يعني أتصور الآن يعني لا زالت الأمور في طور إعلان وقف إطلاق النار وليس قرار لوقف إطلاق النار أو هدنة
دائمة، كون أن يعني مخرجات برلين لم تعتمد حتى الآن من قبل مجلس الأمن الدولي حتى يتم تفعيلها على الأرض، بحيث تستدعي فرض عقوبات على أي طرف يتجاوز هذه المخرجات، لابد أن يتم اعتمادها من مجلس الأمن الدولي بقرار دولي. بالطبع يعني هذه ميليشيات وجماعات إرهابية وعناصر مرتزقة جاءت من سوريا، يعني لا تحترم قواعد اشتباك ولا تحترم قانون دولي ولا تحترم بهدنة أو وقف إطلاق النار. ربما الجيش الليبي يعني أعلن وقف إطلاق النار واحتراما للإرادة الدولية ولتأكيد رغبته في إحلال السلام وحقن الدماء، لأن هذا مبدأ سامي لا يختلف عليه أحد. لكن إذا كانت هناك جماعات إرهابية ومرتزقة يعني كما تابعنا جميعا أكثر من خرق، سواء في محور صلاح الدين في محور المطار، كل المحاور شهدت اختراقات من قبل العناصر والميليشيات الإرهابية، حيث تم استهداف يعني تمركزات الجيش الليبي في أكثر من محور. هنا يعني لابد يعني أن يسعى المجتمع الدولي في تقديم الدعم الكافي للجيش الليبي، لأنه قضيته عادلة، هو يحارب ضد مرتزقة وجماعات إرهابية أغلبها ليسوا من أبناء الشعب الليبي، يعني جاءوا فقط من أجل دعم أجندة أردوغان ومن أجل دعم طموح أردوغان الكاذب في المنطقة وسعيه إلى يعني عثمنة الدول العربية وأحلامه بعودة الخلافة العثمانية من جديد. طيب، أيضا في البعض يقلل من هذا الاجتماع الخاص بوزراء الخارجية يعني في الجزائر نظرا لعدم مشاركة السراج أو حكومة السراج، كيف ترد على هذه أو هذا التقليل من شأن الاجتماع، لأنه الأطراف ليست كلها يعني حاضرة أو ممثلة؟ يعني هو يعني حضور السراج يعني تصوري يعني حضور السراج من عدمه هو غير ذي أهمية، يعني السراج فاقد الشرعية، هو مجرد ديكور وغلاف سياسي يرى المجتمع الدولي أن وجوده أفضل من عدمه، يعني لكن المجلس الرئاسي فقد شرعيته منذ العام 2016، يعني هذا المجلس انبثق عن اتفاق الصخيرات، وكان من المنبغي يعني عمره الزمني أو الإطار الزمني لهذا المجلس لكي يمارس مهامه هو عام، ما لم ينجح فهذا المجلس هو ملغي. لم ينجح المجلس الرئاسي في عمل أي شيء خاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية ونزع سلاح الميليشيات، هذا ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات، لم يقم بأي شيء، بل أصبح المجلس الرئاسي رهينة لدى هذه الميليشيات وأصبح محمي من هذه الميليشيات، فضلا عن أن 5 أعضاء من رؤوس المجلس 9 استقالوا من المجلس الرئاسي، ومن ثم هو مجلس فاقد الشرعية لا شرعية له، لم يعتمد حتى من قبل البرلمان. فمشاركة السراج من عدمها غير يعني لا تضفي للموقف شرعية أو عدم شرعية، يعني لكن المشاركة أو عدم المشاركة هي من باب إبداء حسن النوايا في إحلال السلام في ليبيا وإحلال يعني وتأكيد التفاهمات وحل المسألة الليبية بشكل سياسي، لكن هو الآن يأتمر بأوامر خارجية ويرى أن حل الميليشيات ولا يخدم الأجندة الخاصة بدولة مثل تركيا أو لا يخدم يعني المصالح الخاصة ببعض الدول في ليبيا، ومن ثم هو يمتنع لأنه ولائه الخارجي أكثر وأكبر من ولائه للدولة الليبية وللقضية الليبية. أما إذا كان لديه حرص بالفعل على إنهاء الصراع في ليبيا ولديه حرص على إحلال السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، قطعا كان لن يتردد في الذهاب إلى الجزائر. طيب، يعني هو يريد فقط أطراف تؤيده حتى يحضر المفاوضات، يعني تعلن تأييده بشكل واضح حتى يحضر المفاوضات. هو كما قلت لك يعني هو مبدأ يعني حتى حسن النوايا غير متوفر لدى السراج، قلت لك إنه لا يملك أمر ويأتمر بأمر الميليشيات والجماعات الإرهابية، ومن ثم هو لا يمثل الليبيين ولا يمثل الدولة الليبية، والمجلس الرئاسي فاقد للشرعية بكل يعني حتى وفق لآليات وبنود اتفاق الصخيرات ذاته. في كل دول الجوار و يعني بتغلق الباب امام فكره ارسال مرتزقه سوريين، ليس فقط مخرجات برلين ولكن حتى دول الجوار وتحديدا تونس يعني والجزائر، في مساله ارسال مقاتلين سوريين الى ليبيا،
وهناك ايضا كان هناك اعلان لمطار معيتيقه منطقه لا. حضر لانه بيستخدم لتوافد الارهابيين ايضا. كل هذه كانت تحدث ازمه بالامس نعم يعني صحيح. طائره كانت ان تتعرض للتفجير بواسطه طائره تركيه بدون طيار من قبل الميليشيات، ومن هنا يعني من واجب الجيش ان يعلن فعلا منطقه مطار معيتيقه كمنطقه ممنوعه. الابواب نعم. اصبحت مغلقه نعم. امام الميليشيات، فكره ارسال مقاتلين جدد او مرتزقه جدد الى تعج بالميليشيات. انا يعني بقول لحضرتك يعني منذ العام 2012 وقطر وتركيا تتبنى نقل العناصر الارهابيه ليس من سوريا فقط او من العراق فقط، كان يعني قبل مؤتمر برلين نعم. كان هناك اعلان من المبعوث الاممي انه تقريبا 2000 صحيح مقاتل تم ارسالهم جدد. يعني المبعوث الاممي قال هناك يعني التقارير تؤكد ان هناك 2500 دول تم ارسالهم في الفتره الاخيره. المبعوث الاممي قال لا هناك الالاف، هناك الالاف، ما يعني ان العدد اكبر. هو في الحقيقه ان هناك اعداد كبيره لم يتم الاعلان عنها يعني. لكنها معروفه لدى حتى اجهزه المخابرات الدول العالم، معروف عدد العناصر الارهابيه المتواجده في ليبيا بشكل اساسي، لانه تم نقل اعداد كبيره من سوريا بالاضافه للعناصر اللي كانت متواجده قبل ذلك. يعني نحن نعلم ان هناك كان تنظيم القاعده كان متواجد بقوه في درنة وتنظيم وفي الجنوب الليبي، وتنظيم الدولة كان متواجد في سرت بالأضافة إلى الخلايا النائمة المتواجدة في طرابلس، قوات فجر ليبيا كلها من الميليشيات الإرهابية. أين ذهبت كل هذه العناصر؟ لا زالت متواجدة في ليبيا. فليبيا تشكل خطر كبير لأمن واستقرار دول الجوار، خاصة في ظل التواصل ما بين هذه العناصر الإرهابية وبين مثيلاتها في دول الجوار، ويتم استهداف يعني يتم تدريب العناصر الإرهابية وتكلفها بالقيام بعمليات إرهابية سواء في مصر أو في تونس أو الجزائر من خلال ليبيا. إذن عملية أمن واستقرار ليبيا ومحاربة الإرهاب في ليبيا هي عملية تهم بشكل كبير دول الجوار الليبي. يعني حتى مالي، نحن نعلم أن دول الساحل الإفريقي تخصص ما بين 18 إلى 32% من ميزانيتها العامة من أجل عملية الأمن والدفاع بسبب انعكاسات الأزمة الليبية على الأمن في منطقة الساحل الإفريقي، وهي دول فقيرة. يعني ما فيش شك أن ليبيا للأسف تحولت وتحت يعني مرأى ومسمع الجميع إلى حاضنة كبيرة وملاذ آمن للجماعات الإرهابية كانت تقصدها من كل مكان. وكانت ليبيا يعني حركة العناصر الإرهابية وتجنيد الجهاديين في ليبيا كان يتم في ليبيا ويتم نقلهم بطائرات ركاب رسمية إلى القتال في سوريا وفي العراق أيضا. فيعني مقاومة يعني محاربة الإرهاب في ليبيا لابد أن يكون هناك تنسيق مشترك بالفعل بين دول الجوار. لن تكون حرب سهلة ولن تكون حرب قصيرة، وسوف تكون حرب طويلة المدى. ده يستدعي أن يكون هناك تعاون عربي وتعاون أوروبي، وأن يكون هناك صدق من المجتمع الدولي وإداء حسن النوايا بالفعل في حل الطريق. هذا كان سؤالي لحضرتك في البداية، كان إغلاق الطريق على وصول الإرهابيين أو وصول هؤلاء الذين يرسلهم أردوغان إلى ليبيا، لأنه لا يحترم الاتفاقات، يعني حتى هو بالتأكيد لا يحترم مخرجات برلين، ولكن الطريق سواء البحري أو الجوي، إغلاق هذا الطريق على هؤلاء الإرهابيين سيكون من خلال دول الجوار أم بيحتاجوا أيضا إلى مساعدة أوروبية؟ هو وقع الآن وأقر على نفسه أنه لن يرسل عناصر ميليشياوية أو إرهابية أو مرتزقة من شمال سوريا إلى ليبيا. إذا فعل ذلك حتى وفق تصريحات غسان سلامة سوف يقع تحت طائلة القانون وربما تطاله حتى عقوبات دولية، ومن ثم هو لن يقدم على هذا على الأقل في الوقت الحالي. أيضا يجب أن تكون هناك نوع يعني استراتيجية وقائية من قبل الدول المتضررة من هذا ما يجري في ليبيا. يعني هذه الاستراتيجية يجب أن تتبناها مصر والجزائر وتونس، خاصة مصر والجزائر لأنهم لهم حدود أكبر مع الدولة الليبية. ما لم يكن هناك موقف عربي قوي، تنسيق عربي إفريقي عبر جامعة الدول العربية وعبر الاتحاد الإفريقي في إنهاء الأوضاع في ليبيا، لتقديم حتى الرؤية للمجتمع الدولي لمراقبة تحركات المجتمع الدولي ومسارات السياسة الدولية لإنهاء الصراع في ليبيا وترشيد هذا المسار
أتصور أن انعكاسات الأزمة الليبية سوف تطال الإقليم بكامله. طيب مشاركة أيضا دول أخرى مثل يعني حضرتك أشرت لدول الساحل وأيضا الدول الجنوبية أو اللي في جنوب ليبيا تشاد والنيجر وأيضا السودان أعلنت مشاركتها، ما أهمية مشاركة السودان؟ السودان دولة الحدود مع ليبيا، لها حدود مشتركة وهناك حدود يعني مشتركة ما بين مصر وليبيا والسودان، وكانت السودان في وقت من الأوقات يعني من تقدم الدعم الكبير للجماعات الإرهابية في ليبيا وتقدم لها الدعم اللوجستي خاصة في شرق ليبيا في 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 درنة وفي الكفرة. نحن نعرف الكفرة على الحدود المشتركة ما بين مصر والسودان وليبيا، شهد هذه المنطقة حركة كبيرة للعناصر الإرهابية في الأوقات أيام عهد البشير في ظل حكم الإخوان. فقطعا مشاركة السودان هي دولة جوار، ودولة جوار مهمة يعني، وإشراكها في العملية السياسية في 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 في, في ليبيا وإشراكها في حل المسائل الأمنية بالقطع سوف يعزز من عملية إنهاء الصراع في ليبيا. طيب أعتقد أنه كان لمؤتمر برلين الفضل في مسألة تجمع هذه الدول في رأيك، خصوصا أن تونس لم تحضر مؤتمر برلين وتم دعوتها واعتذرت يعني. من المفارقات الغريبة أن يتم دعوة تركيا ولا تحضر تونس، وتونس دولة جوار وهي الأحق بالحضور، لكن ربما يعني المتغيرات التي شهدتها تونس مؤخرا كانت بشكل أو بآخر سبب من هذا، لكن تم دعوتها، تم استدراك هذا الأمر وتم دعوة تونس ولكنها اعتذرت عن المشاركة في مؤتمر برلين. لكن تونس دولة مهمة يعني، ربما هناك بعض المدركات لدى الليبيين وبعض المخاوف، خاصة أن تونس لعبت دورا سلبيا إلى حد ما في أحداث 2011 سواء بفتح موانئها للدخول السلاح مع دول الجوار في الجزائر مشاركة مهمة، كما قلت لك أن أردوغان يحاول توريط هذه الدول ويحاول خلق صورة أن هذه الدول كلها معنا وأن هناك حالة اصطفاف في مواجهة الجيش الليبي. سنتابع بالتأكيد اجتماع وزراء الخارجية لدول الجوار. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي طرفاية الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبية. مشاهدينا الكرام نختتم معكم هذه الفقرة من الآن باستعراض أبرز عناوين الصحف والمواقع الإخبارية التي تناولت آخر التطورات في الساحة الليبية. We'll be right back.